عديدا من الصمود، عديدا من اليقظة لهذا العدو الذي يعني أدخل اليمن في حرب يعني طاحنة ليس فيها يعني أي مبرر إلا أن يفرض علينا ما تملي عليه يعني الإيرانيين. أنتم رجال أبطال واللواء السابع لمواقف جيدة، بارك الله فيكم وبارك الله في قيادتكم، وثقتنا كبيرة وثقت قيادتنا بأنكم ستحققون نصر على أي قوة. يا يمن بالروح بالدم نبديك يا يمن. تحيا الجمهور اليمني، تحيا الجمهور اليمني، تحيا الجمهور اليمني. هذا الفرس ها؟ هذا الفرس وهذا الميدان. سنقول لهم لن تكونوا أقوى من بريطانيا ولا تركيا ولا من فرس، نحن أهلها ونحن رجالها. نقولهم أوقفوا هذا يعني الارتباط بأنظمة خارجية الإيراني. نحن يمنيين كنا إسلاميين قبل أن يكون إيران، نحن أصحاب الفتوحات آبائنا وأجدادنا من همدان، واليوم لن يكون وصي علينا أحد. كلنا دخلنا في دين محمد طوعة، وكلنا من أمة محمد، فلا تزايدوا علينا في الدين، لا تزايدوا على الدين ولا أبدا. نقول لهم نحن يمنيين ونحن أهلها وهذه أرضنا، وسنلقنهم دروسا سيعرفونها كما لقنا اللي قبلنا. وبالروح بالدم نفديك يا يمن، بالروح بالدم نفديك يا يمن. هل بهذه المناسبة تدعي إلى توقيف اتفاق السويد الذي جعل من الميليشيات ترتب صفوفها؟ من اتفاق السويد نحن يعني علينا كثير من اتفاق السويد، وهو الذي منعنا من دخول وتحرير الحديدة، وإلا كانت الحديدة بين قوسين أدنى، والله إنها لساعات فقط، كنا لساعات إن لم تكن يعني لن تقول أشهر بل ساعات، وإذا تعدت أسبوع سندخل الحديدة. وإذا أعطت لنا وإذا أعطت لنا الآن إشارة من قيادتنا السياسية والعسكرية دخول الحديدة، لن نصلي يوم الجمعة هذه إلا في ميدان الحديدة. وصنعة وصعدة سنصل. أما صنعة وعمران وصعدة، نحن أهلها كما حضروها آباءنا في بني حشيش وفي اللحمة الداخلية والخارجية وحجة، نحن سنمشي على هذا الدرب، سنوصل ونقاتل حيث قاتل نبوذة، سنقاتل أمه حيث قاتلهم نبوذة.